مساء الخير، باش نعطيكم محاولة متاع قراءة في البيان الانتخابي اللي أصدره قيس سعيد بصفته مرشح للانتخابات أو للمهزلة الانتخابية المزمعة تنظيمها يوم 6 أكتوبر المقبل. الحق أنا قريت البيان ثلاثة ولا أربع مرات، حبيت نشوف معناها شنو فيه من مشاريع وبرامج وخطط للمرشح قيس سعيد بالنسبة للخمس سنوات المقبلة. وذهلت من فرط الحقد الذي جاء فيه ومن كمية سفسطه التي تملأه، وكذلك من غياب أي رؤية مستقبلية للخمس سنوات المقبلة. مش نحاول نقرأ معاكم معناها مقتطفات طويلة من البيان هذا. يقول أنا من الأول في الفقرة الثانية ذولي، ولا يقول: زعم البعض وجاء من الخارج من يعتبر أنه وصي علينا، كأنه المعلم أو الأستاذ، وكأننا أطفال ينتظرون الدروس اتسترا. بعد يقول لك: سقط القناع عمن كانوا يتظاهرون بأنهم ألد الأعداء، الأعداء المزعومين والفرقاء والخصماء وأوهم الشعب، وسلب الثروات وتسللوا إلى كل مفاصل الدولة بهدف تقسيمها بل بغاية تفجيرها. دمروا وفعلوا وأجرموا لندخل وأجرموا، ومن بعد يقول لك: لندخل يدا واحدة في معركة تحرير وطنية لا رجوع بعدها إلى الوراء. يعني هو يقول لا رجوع بعدها إلى الوراء، ولكن هو كل شيء ينظر ديما إلى الوراء. كما واحد يسوق في كهرباء، معناها الناس اللي راكبين معاه يقولوا له: يا ولدي بالله اخزر، راهو ثم ستوب، رد بالك، راهو ولا ثم اضواء ولا ثم رادار ولا ثم منعرج خطير اتسترا. هو في عوض يخزر قدام، قاعد يخزر كان للريتروفيزور، هو ما ثماش هذا. ومن بعد يقول لا رجوع الى الوراء. قد يقول قائل ان هناك بطئا، مش بطء يا اخوي، هذا تونس واقفه تراوح مكانها، بل بالعكس هي في هذا المجال بالذات راجعه الى الوراء. ولكنه تأني لا ريث فيه ولا عجل محسوب مدروس. عجل محسوب مدروس هذه ما تجيش. اذا كان جيت تقصد محسوب مدروس مقصود بها التأني، وقتها تعمل فاصل بعد عجل. اما كي ما تعملش فاصل المحسوب مدروس تعودوا على عجل، وما ثماش عجل محسوب مدروس. الهاجس الاكبر في المقام الاول، هذا الحشو هاجس اكبر وفي المقام الاول في نفسه، كان الحفاظ على السلم داخل المجتمع وجعل الحياه مقبوله من المواطنين في كل المرافق العموميه. المرافق العموميه نعرفوا كلها متعطله بفضل معنى القياده بتاعك. حقل مليء بالالغام والمتفجرات، حشو اخر بالطبيعه، الالغام هي بيدها متفجرات لان اللغم هو متفجر. اكتشاف ارتباط العديد من الدوائر الاجراميه في الداخل بمثيلاتها في الخارج، وقد ياتي يوم هذا الارتباط بالخارج وبالسفارات وما الى ذلك، هذه منها واضحه الحكايه، ما ثماش اوضح منها يا اخوي. اذا كان ثم شكون منا ياخذ في فلوس ولا مرتبط بالخارج ولا حاجه من على السفاره من السفارات، استدعي السفير تاع البلاد المعنيه وبلغوا يعني الغضب تاع تونس، ولا اطلب منه يغادر واعتبره معناها شخص غير مرغوب فيه، بيرسونا نون غراتا، وتقصت الحكايه. مدي هذه التآمر والتواطؤ والحكايه، فما برشا جرائم يلزمها زوز اطراف باش تصح. ما نجمش تجي تعتبرني انا متآمر وعميل وما تكشفش الطرف اللي انا متآمر معاه وعميل معاه. اذا وقد ياتي يوم نذكر فيه تفاصيل كثيره عن الماضي، قد ياتي يوم، معنى الماضي نرجع له صحيح، اما المستقبل ديما في الشك. وقد ياتي يوم نكشف نذكر فيه تفاصيل كثيره عن المغالطات وكل اوجه العماله وشتى الخيانات. يكمل رفع التحدي لتطهير البلاد، هذا معنى الكلمات الفضفاضة اللي ما عندها حتى معنى. تطهير معناها ما ثماش حتى تطهير، الفساد عم البلاد. وإزالة كل العقبات مهما كان حجمها ومهما كان مأتاها ومهما كان مرتكبها، هذا معنى الحشو.
ولتسكت الأبواق المسعورة المأجورة يتبكى أصحابها على الحرية والديمقراطية في حين أنهم يتظاهرون كل يوم وتحت حماية الأمن. احنا أول حاجة مانيش نتظاهروا كل يوم، هذا أقل ما نجم نقولوا فيه اللي هو مغالطة ماهوش صحيح. ثاني حاجة خويا نتظاهروا على علم زي من عندك احنا ولا من عند وزيرك الوزراء بتاعك بتاع الداخلية ولا الدفاع ولا العدل. احنا نهار 25 جويلية 21 نحن اللي كنا في الشارع مش انت، نحن اللي كلينا الضرب بتاع البوليسية ونحن استنشقنا الغازات المسيلة للدموع ونحن بقينا نهار كامل في الجويل معناها تضرب فينا بين كر وفر. وقبلها هي في 6 فيفري 2021 وكذلك في 2014 وقبلها معناها في 2011. لولا المظاهرات هذه كل انت ما كنتش تحلم باش تكون في يوم من الايام رئيس جمهورية ولا باش تستبد في يوم من الايام بالحكم. في 2011 انت ما كنتش مع الثورة، انت كنت في الجانب المضاد للثورة، انت كنت تنشط في الجامعات نتاع التجمع صحبة المجموعة نتاعك وتفسروا فهمتي في السياسة معناها الحكيمة نتاع بن علي وفي اصلاحاته الدستورية اللي استبد بها بالحكم. لذا ماهيش مزية من عندك باش نتظاهرنا وباش نتظاهروا إلى ما لا نهاية له، بل أن عددا من المظاهرات التي لا يتجاوز عدد المشاركين فيها بضع عشرات. هلا باش نعمل بوز صغيرة. أول حاجة أنت معناها كي سيرتك محاسبي مليح في عدد المتظاهرين، شبيك ما حسبتش عدد المتظاهرين بالقدا اللي قلت عليهم 1,800,000 اللي ظهروا لصالح كنت وهما مجهول 600 ولا 700. الواحد قبل ما يقول كلمة على الأقل يتفكر روحه شهر تالي ولا عام تالي ولا عميل تالي شنو كان يقول باش ما يقولش حاجة ترجع عليه بالوبال. يذرفون الدموع الكاذبة معناها داخل في النوايا انت نتاع العباد داخل في قلوبهم على الديمقراطية، ويلتقي الذي كان يدعو إلى تطبيق الشريعة مع الذين يدعون إلى المثلية الجنسية. هذا معناه الخطاب نتاع رئيس جمهورية، هذا خطاب نتاع إنسان معناها معيد نتاع قانون دستوري أستاذ مربي ورئيس جمهورية في نفس الوقت من يلم ويألف الواحد. لا هذا معناها ينعت في خصومه بالمثلية الجنسية، معناها هذا وين وصلنا. والذين كانوا يدعون إلى تطبيق الشريعة هما صحيح فما شكون دعا إلى تطبيق الشريعة، لكن احنا ما خليناهمش، ودستور 2014 ما فيهش تطبيق الشريعة، بالعكس دستورك أنت في الفصل الخامس هو اللي يحكي على مقاصد الشريعة وما إلى ذلك. يعني أنت حققت الحلم اللي كانوا ما كانوش يحلموا به جماعة النهضة وغيرهم والسلفيين. ومن بعد جيت له مع الناس تقول الذين كانوا يدعون إلى تطبيق الشريعة. ويلتقي من كان يتظاهر على أنه من يسار اليسار مع من نهبوا أموال الشعب. يا خويا يسار اليسار هو معك أنت، هو معك بقلب رب مكبش بظوافره سير رحوي ومن لف لفه. يا اخي لعل ذا الرحوي مش يسار ولا لعل يميني متطرف، هو معك انت اليسار اليسار. بعد هربة كي مواجهة قوى الاحتلال الصهيوني شيء ما دخل المواجهة مع قوات الاحتلال الصهيوني في المجال الانتخابي. انت هو عندك 5 سنين رئيس، شنو عملت من اجل القضيه الفلسطينيه؟ وشنو عملت باش يعني تقف ضد الاباده اللي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، سواء انك معناها تشاركوا في المناورات مع جيش اكبر دوله داعمه للاباده، وكونك تشريوا من عندهم الطيارات معناها بملايين الدولارات، معناها ماشي هذيك الخزينه اشترى فيها جزء هام منها يمشي لاعانه العدوان ولاعانه الدوله المحتل على اباده الشعب الفلسطيني. قبل ما يقول واحد كلمه يلزم يوزنها مليح. هذا مواجهه قوى الاحتلال الصهيوني، هذا استبلاه معناها
ما استهتار بالعقل بتاع التوانسه. يختم يقول لننطلق في بناء جديد. يدي بناء جديد، البناء القاعدي هك معناها عملته وفاه، وتشييد ما اختاره الشعب كما يريد. هذا معناها السجعه، هذا معناها اللي كله معناها تكرار قافيه ولكن لا فائده منه ولا فحوى له. ولنختصر المسافه في التاريخ لنصنع معا تاريخا لا رجوع فيه الى الوراء، نحيي فيه امجادنا وبطولاتنا رجالا ونساء واطفالا وشبابا وكهولا وشيوخا من اجل وطن لا يقبل بغير العزه والسياده بديلا. هذا كيفاش تم كتابه هذا البيان، وكيفاش تم اختتامه بطريقه تجعلنا لا نرى املا في ان نطلع على اي خطه او برنامج للخمس سنوات القادمه بالنسبه للمشاكل الاساسيه التي تخبط فيها البلاد، من عجز الميزانيه كيفاش نعملوا، كيف سنموله، عجز الميزان التجاري معناها عمليه فقم، وعجز ميزان الدفعات، ولو فما تحسن طفيف ولكن تحسن مش نتيجه لتطور كبير للصادرات، وانما نتيجه لانخفاض في واردات المواد الاساسيه والتجهيزات اللي هي لازمه للتنميه. يعني في غياب التنميه مع 0.2 معناها التنميه بالنسبه حسب الارقام الرسميه، ما احناش باش نخلطوا نمولوا لا الميزانيه ولا نخلصوا ديونا ولا يحزنون. نخلصوهم من العظم، نخلصوهم نمتنعوا عن توريد المواد الاساسيه. تقهقر قيمه الدينار كيف كيف، تراجع القدره الشرائيه، ايش باش نعملوا فيها؟ فقدان المواد الاساسيه، ارتفاع الاسعار، ارتفاع التضخم، شنو هو الخطه كليس قيس سعيد؟ عجز الصناديق الاجتماعيه عموما، صندوق التقاعد والحيطه الاجتماعيه بالنسبه للموظفين المتقاعدين، صندوق الضمان الاجتماعي بالنسبه للشغالين غير العموميين، وخاصه صندوق التامين على المرض وصندوق التعويض. هذا شنو برمجت لهم في سي قيس سعيد؟ لا شيء. الاصلاح الاداري ورقمنه الاداره ومكافحه الفساد. مكافحه الفساد ما تجيش حتى الخصوم في الحبس ولا بالضغط على رجال الاعمال ورميهم في السجون دون محاكمات او بمحاكمات معناها مضحكه لقصد معناها حملهم على تمويل الخزينه باش سيادتك تبقى تواصل مكوثك في قرطاج. اصلاح الاداره، اصلاح العداله، شنو برمجت فيه؟ بخلاف كونك الى يومنا هذا معناها ما جددتش المجلس الاعلى للقضاء وخليته معناها فارغ والنصاب نتاعو غير مكتمل باش وزيره العدل معناها تعمل في خلاها ما ولاها. كيف كيف تحدث على معناها على المستقبل، عنده فقرة وحيدة تحدث فيها، قال أنا الأوان لبناء اقتصاد وطني. أنا شكون مش كان شاد الكيد 5 سنين ودي تحكم منهم 3 حكم فردي. وأنا الأوان لإعادة بناء المؤسسات. أنا هم مؤسسات. وين المحكمة الدستورية اللي تو الدستور عنده 3 سنين تقريبا من اللي تعمل؟ وين المحكمة الدستورية؟ شنو منعك باش تحط المؤسسات؟ وين المجلس الأعلى للقضاء كما كنت نقول؟ علاش ما سديتش الشغورات فيه؟ وين هي الهيكل؟ السنة ما عملتلهاش ميزانية، جملة حقرتها، لا حليتها ولا عطيتها ميزانية. دو هذا كلام توا يا رسول الله، هيئة موجودة بالقانون ما ما ما, ما لا يتم رصد ميزانية لها. في أنا دولة يتم الشيء هذا؟ ما ثماش حتى دولة تستحق الاسم هذا وعندها مؤسسة قيمة الذات ولا ترصد لها ميزانية. ونهاية مكافحة الفساد، أنها لم تلقى لم علقى كيف كيف.
صحيح قاموا بأخطاء، معناها المشرفين عليه في ذلك الوقت، معناها كان لازم نصلحوا الأخطاء ونحطوها تخدم باش تنجم باش نجموا نصلحوا الفساد. خاطر كيفاش يتم مكافحة الفساد؟ كما قلت لك مش فقط بزاج بالناس في السجون، لا، يتم بتفكيك المنظومة القانونية والترتيبية اللي تكرس الفساد، وهذا ما صار منه حتى شيء. منظومة الرخص، غياب الرقمنة، كثرة الإجراءات، هذا كل والتعقيدات الإدارية، هذا كل هذا من دواعي الفساد الحقانية. اللي حب يقضي على الفساد يلزمه يقضي على أسبابه، مش يجي يرمي الناس في الحبس. دونك هذا فقط، هذه فقرة واحدة، معناها كيف عموميات، إعادة بناء المنشآت العمومية بعد تطهيرها كاللغة ووضع تشريعات جديدة. أنت ثلاث سنين وأنت تحكم حكم انفرادي وحدك، منهم عامين بالمراسيم ولا عامين ونص بالمراسيم، وهنا وضع تشريعات جديدة، شبيك توا ما تفكرها، والنهي النوع بتاع التشريعات الجديدة. إذا المعذرة على الإطالة لأنه البيان طويل الحقيقة ومليء بالحشوة بالمغالطات، وكان من لازم في غياب بلاتوات في التلفزة وفي الإذاعات لتحليل هذا البيان، خاصة في الإذاعة الوطنية وفي التلفزة الوطنية اللي هم يعني نهار الأربعاء اللي فات تجاهلوا تماما المظاهرة الحاشدة اللي صارت في شوارع العاصمة، ومتجاهلين تقريبا جميع الأنشطة الأخرى غير النشاط الرئاسي. اليوم حشومة سفيان بن فرحات وفاطمة الكراي معناها عرجوا تعريج على حملة زهير المغزاوي من جهة، وما ذكروش كيفاش قاعدة حملة انتخابية تتم وأحد المرشحين يعني قابع في السجن ويتم التنكيل به ونقله من سجن إلى سجن، معناها حسب الدوائر الانتخابية. وكذلك ثلاثة مترشحين حكمت لفائدتهم المحكمة الإدارية باش يرجعوا للسباق، وهيئة بوعسكر، هيئة سعيد رفضت الانصياع لحكم المحكمة الإدارية وحطتنا أمام الأمر المقضي. هذه مهزلة انتخابية، إن شاء الله في فيديو مقبل نعطيكم رأيي في الموقف الذي يجب اتخاذه منها. شكرا على الانتباه وتصبحون على خير.